صباح النشاط، صباح الامل عليك كريم الدنهاند وعلى جمهور النادي الاهلي ومشاهدين قناه الاهلي جميعا. النهارده هنتكلم على حاجات من اللي بتقابلنا دايما، او الحاجات مشاكل اللي بتقابلنا من كتر عادات السيئه، زي اللي بربع ايدي كتير، زي اللي بتشيل شنطه ايد، او زي الناس اللي بتلعب العاب زي الهاند بول او الفولي اللي فيها ممكن تعمل اصابات او انحراف قوام. احنا بنسميها بالعربي انحراف قوام. انحراف قوام اللي بيحصل كالاتي، اللي هو الراوند شولدر، كتفي بتلف لقدام من كتر ما انا بربع ايدي، دي بتعمل لي مشاكل في المستقبل في الفقرات بتاعت الظهر وفي الكتف، زي لعيبه التنس او سكواش، او زي اللي بتشيل شنطه دايما على كتفها اليمين وسايبه الكتف الشمال، فبتبقى عندها حاجه اسمها سكليوسس كتف وكتف، ودي بتعمل مشكله. وزي الناس اللي بيبقى عندها بطن دايما باستمرار بتلاقي عندها حاجه اسمها تقعر، اللي هو اللوردوسس. دي المشاكل دايما بتقابلنا من قعده المكتب، من السواقه الغلط، من القعده الغلط، من شيل شنطه لمده طويله، من لعبه ما بتمرنش العضلات المقابله ليها، فبتعمل لي مشاكل في الانحراف القوام بتاعي، بيغير شكل الجسم ذات نفسه. ممكن ما يبقاش فيها اصابه معينه او الم معين، بس بتعمل مشكله عندي في المستقبل. ازاي بقى اعالج الموضوع ده؟ اولا ابطل العادات السيئه، اللي هو لو بربع ايدي ابطل. ده اهم حاجه، ابطل العادات السيئه، دي اهم نقطه بالنسبه لي. طيب غير كده هبتدي اشتغل، مثلا هنقول حاجه حاجه ونعالجها ازاي. موضوع التقعر ده، او موضوع ان انا الكتف يرمي لقدام، مهم عندي ان اقوي العضلات اللي ورا واعمل اطاله للعضلات اللي قدام. ازاي اقوي العضلات اللي ورا؟ زي مثلا لو انا بروح جيم استخدم الجهاز ده وانزل كده عشان اقوي العضلات اللي ايه؟ الخلفيه اللي ورا، معاها اقوي عضلات الكتف. لو انا في البيت مثلا ممكن امسك ازازتين ميه اشتغل بيها اي حاجه فيها مقاومه عشان اقوي العضلات بتاعتي. المهم ان ظهري ما يبقاش مقوس وانا شغال، لا ظهري مفرود، ايديا تحت، كتفي، كوعي قدام كده، انا بقوي العضلات الخلفيه في موضوع الكتف لما يطلع لقدام. اللي معاها ومهم جدا والاهم ان انا اقوي اللي ورا، ان انا اعمل اطاله للعضله اللي قدام، لان هي قصرت من كتر ما كتفي لقدام. ازاي اعمل لها اطاله؟ واحد، ان انا امسك حاجه زي كده وانزل براسي لتحت واثبت 20 ثانيه. دي رقم واحد. رقم اتنين، ثبت كتف وازق لقدام. كده انا بعمل اطاله للعضله اللي قدام دي عشان ارجع كتفي لورا. ثانية، كده انا قويت اللي ورا وشديت العضلة دي عشان اطولها عشان ارجع كتفي تاني من كتر العضلة السيئة لورا. نخش على الحركة اللي بعدها، هي موضوع تقعر القطني، اللي هو بيجي دايما الناس اللي عندها بطن وبعد كده تخس، بس تلاقي يفضل وسطها نازل لورا ده وبيضغط على الفقرات القطنية اللي ورا. مهم بالنسبة لي اعمل استرتشات لاربع عضلات أو إطالة أربع عضلات. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. لأن الأربعة دول مربوطين ببعض فبيقصروا بيضغطوا على الفقرة دي فيخليك عامل كده. طيب ده واحد استرتش دي. اتنين، أثبت بقى على الأرض وأعمل استرتش دي. تلاتة، ده استرتش للإليا. اوكي، أربعة ستريتش قطنية اللي ورا. احنا هنا في التقاعر القطني اللي ورا ده عملنا الاسترتشات بتاعت العضلات اللي ورا. طيب ازاي نقوي العضلات اللي قدام؟ لازم اقوي العضلات بتاعت البطن اللي تحت اللي هنا. عشان ارجع اجيب وسطي تاني من بعد ما رجع لورا كده تقاعر، اجيبه لقدام واتخلص من العاده السيئه ان انا لما اجي اقعد لازم اقعد في ثابت ظهري واقف، ما ارميش بطني لقدام، لا اشد بطني لورا. ودايما دايما دايما شد بطني لجوه، هتخس سنتي كل شهر لوحدها. دي نصيحه مالهاش دعوه بالموضوع، بس طول ما انا شادد بطني لجوه سنتي لوحدها من غير تمرين. اخر حاجه ودي مهمه جدا، اللي هي الاسكليوسس، اللي هو عندي كتف وكتف، ده ناتج من الشنطه، من لعيب التنس او السكواش، من كتر ما بيحرك جنب واحد بيحصل له الاسكليوس، كتف وكتف. طيب لو انا عندي الكتف ده اللي عالي
الخيط في ده اللي تحت، ركز قوي في الموضوع ده. ابتدي اول العضلات اللي هنا واعمل استرتشات للعضلات اللي هنا زي مقاومه عشان اقوي دي. اشتغل ايد واحده من هنا عشان اقوي العضلات اللي هنا دي، واقوي العضلات اللي فوق الناحيه دي العكس زي عشان هي ترفع كتفي التاني لفوق. تمام، واعمل ستريتشنج اطاله للكتف العكسي عشان انزله لتحت. بعد كده اعمل اطاله للعضله العكسيه الناحيه الثانيه كده. انا طولت دي عشان ارفع كتفي ده اخليه يعمل البالانس او التوازن مع الكتف ده. الاهم بقى لو انا بشيل شنطه كتير في الجنب ده ابدل، خارج اشيلها هنا، راجع اشيلها هنا عشان اعمل بالانس او توازن في العضلات اللي شغاله في جسمي، عشان كده بشغل عضلات اكبر من العضلات. مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله، ربنا يحفظكم جميعا.